أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء 14 في سلسلة أفلا تذكرون. نستكمل اليوم حديثنا عن فن إدارة الوقت، وهذا الموضوع سيأخذ منا عدة لقاءات إن شاء الله نستكمل فيه رحلة التدبر التي قمت بها لإدارة الوقت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ووجدت بأن القرآن والسنة يتفوقان على كتب الغرب التي بيعت منها ملايين النسخ حول فن إدارة الوقت والبرمجة اللغوية العصبية. طبعا سوف نعيش في هذا اللقاء تجربة رائعة لإدارة الوقت بشكل صحيح. أهم شيء كما قلنا في اللقاء السابق وتوقفنا عند هذا الكلام، الهدف هو أهم شيء أيها الأحبة، أن يكون لك هدف. القرآن العظيم هو عبارة عن يعني كنز مليء بالأهداف، يعني انظر القرآن يعطيك أهداف لا نهاية لها لا تحصى، ليشغل وقتك بشكل كامل، لأن المؤمن ليس لديه وقت فراغ، ليس لديه وقت ليضيعه، ليس لديه ما يسمى بحرق الوقت أو وقت زائد. كل ثانية كل دقيقة أنت تستطيع أن تستثمرها في عمل نافع في الدنيا وفي الآخرة، ولكن ينبغي أن تكون أهدافك هي أهداف أخروية تسعى إلى تحقيقها من خلال هذه الدنيا، والرزق يضمنه الله لك، لا تحمل هم الرزق. إذا كان الله ضمن الرزق حتى للنبات للنمل للحشرات، أيعجز أن يرزق إنسان مؤمن يقول لا إله إلا الله؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من داب وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. آيات كثيرة تؤكد أن رزقك محسوم ومكتوب ومقدر، فاهدأ قليلا واجلس وطبق تعاليم القرآن لتحصل على الدنيا والآخرة، وإلا سوف تخسر الدنيا والآخرة معا. القرآن أيها الأحبة يربط دائما الرزق بأشياء محددة مثل مشيئة الله، إن الله يرزق من يشاء، هو من يشاء هو ليس نحن، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظروا أكثر من 100 مرة ورد الرزق في القرآن، كلها ترتبط بمشيئة الله والعمل الصالح، ولا يوجد آية ترتبط بالعمل الدنيوي، يعني من يعمل أكثر يكسب أكثر، لأن هذه القاعدة غير صحيحة.
لأن القاعدة أنك تجد الذي يعمل أكثر يكسب أقل. فعامل النظافة مثلا أو الأعمال اليدوية الصعبة مثل البناء وغير ذلك، تجد أن هذا العامل يبذل جهد أكبر بكثير من مدير الشركة أو من رجل الأعمال، ولكنه هو الذي يكسب الأقل. إذن الرزق ليس له علاقة بالعمل، ليس له علاقة بالاجتهاد، هو بمشيئة الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق يقدر على من يشاء، ويبسط ويوسع ويكثر لمن يشاء. هذا قانون أيها الأحبة مهم، هذا لا تجدونه في البرمجة اللغوية العصبية ولا في كتب إدارة الوقت التي وضعها البشر. لذلك نجد أن هذه الكتب البشرية غير قابلة للتطبيق. وكما قلنا في لقاء سابق، لو جئنا بمئة شخص أو ألف شخص أو مليون شخص، يعني هناك مثلا بعض الكتب بيعت منها ملايين النسخ التي تعلمك كيف تكسب المال في زمن قليل. من هؤلاء الملايين كم شخص أصبح مليونير، أو كم شخص استطاع أن يكسب كمية كبيرة من المال؟ قليل جدا أيها الأحبة. لماذا؟ لأن هذه الكتب تعطيك نظريات وتعطيك أفكار غير قابلة للتطبيق على الواقع، لأن كل واحد منا له ظروفه. القرآن يعطيك القانون المناسب لكل البشر ولكل الظروف، وقابل للتطبيق في كل زمان ومكان. هذه ميزة القرآن أيها الأحبة. من الأسس التي يضعها علماء البرمجة اللغوية العصبية وعلماء متخصصين في فن إدارة الوقت، أنهم يقولون لك منذ اللحظة الأولى التي يعني تضع فيها هدفا أمامك لتحققه، ممكن الهدف الحصول على الشهادة، الحصول على المال، الحصول على شيء من متاع الدنيا، ويمكن أن يكون الهدف الحصول على مرضاة الله تبارك وتعالى. مهما كان هدفك، هذه القاعدة الصحيحة أيها الأحبة، يقولون ينبغي أن تحدد هذا الهدف بشكل واضح، ثم تجلس وتفكر بالنتائج التي يعني تحدث بعد تحقيق هذا الهدف. يعني مثلا أنت تسعى لكي تصبح مثلا رجل أعمال مثلا أو تاجر ناجح، فينبغي عليك أن تضع هدف محدد لتصل لتحقيقه، ثم تجلس وتفكر بنتائج هذا العمل. يعني بعد أن تحصل على المال سوف يصبح لديك سلطة معينة، قدرة معينة على الشراء، يعني كمية من المال تتصرف بها كيف تشاء، توسع بيتك، توسع كذا، تحسن مستوى، كل هذه الأشياء الإيجابية ولو أنها دنيوية، ولكن مهمة جدا أن تفكر فيها لكي تحقق هذا الهدف. القرار أيها الأحبة مهم جدا. يعني لو فكرت بشكل صحيح في إدارة وقتك واستثماره بالشكل الأمثل، عندها يجب أن تسعى لتفكر بالنتائج المترتبة. يعني مثلا أنت تفكر أن ترتكب الفاحشة والعياذ بالله، وتضع هدفا إنسانة محددة تريد أن تصل إليها بما حرم الله، فيجب أن تفكر. يعني حتى هذا الهدف الخبيث هو هدف، يعتبر هدف، فينبغي أن تفكر بالعواقب الوخيمة التي تنتظرك إذا حققت هذا الهدف. هذا التفكير يقودك لأن تتراجع، بينما إذا كان هناك هدف نبيل، الحصول على شهادة جامعية مثلا أو شهادة خبرة في مجال ما، ينبغي أن تفكر بنتائج هذا العمل.
أن هذه الشهادة ستساعدك في الحصول على المزيد من المال، في تحسين وضعك اجتماعيا واقتصاديا وغير ذلك، فهذا التفكير يجعلك ماذا أيها الأحبة؟ يعني تعطي أكثر وتنتج أكثر وتطبق الخطوات بشكل عملي أكثر. لذلك أنا نصيحتي أيها الأحبة، لا تنتهي أخي الحبيب من الاستماع أو من مشاهدة هذا اللقاء، بل بادر منذ هذه اللحظة، ضع الآن وأنا أتحدث إليك، ضع هدفا في دماغك أنك ستبدأ بإدارة وقتك منذ هذه اللحظة، لأن الوقت ثمين أيها الأحبة، ثمين جدا وقصير جدا، والقرار الذي ستتخذه يجب أن تعتقد أنه سيكون صائبا، لا يحتاج إلى تفكير، لا يحتاج إلى مناقشة أو مثلا خوف. لا تخف من الخطأ، المشروع الذي ستقوم به هو على ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة، لذلك هو مضمون النتائج. أول شيء ستكسبه من إدارة وقتك أنك ستشعر بقيمة هذا الوقت وقيمة الحياة وقيمة نفسك، تشعر بقيمة هذه الحياة التي أكرمك الله بها، تشعر بقيمة وجودك في هذه الدنيا، سوف تعيش السعادة في كل لحظة، لأن أهدافك ستختصر في هدف واحد وهو مرضاة الله عز وجل. معظم الناس والله أيها الأحبة، معظمهم الآن اليوم في هذه اللحظة، معظم الناس غير راضين عن خالقهم، هل تعلمون هذه الحقيقة؟ وهم لا يشعرون. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قدر عليك كل شيء. مثال: إذا أصابك مرض وشعرت بالسعادة لأن الله يريد أن يطهرك من الذنوب بسبب هذا المرض، فأنت راض عن الله، هذا مقياس مؤشر. هل يشعر أحدكم بالسعادة عندما يمرض؟ الله تعالى يقدر عليك المرض ليطهرك من ذنب ما، فهل أنت ترضى بقضاء الله عز وجل؟ هذا هو عندما قلنا معظمنا غير راض عن خالقه عز وجل. مثال ثاني: إذا ضاق رزقك وتراكمت عليك الديون ولم تجد من يساعدك أو يقرضك درهما ولا دينارا، وعلى الرغم من ذلك شعرت بالسعادة لأن الله تعالى يريد أن يعطيك ثواب هذا الصبر في الآخرة، وسيجعلك من أهل الجنة بسبب قناعتك بما قسم الله لك. إذا شعرت بالرضا والسعادة فأنت راض عن الله. ولكن كم واحد منا يشعر بالسعادة؟ كم واحد منا يشعر في حال تعرضه لضغط مادي أو اقتصادي أو ضغط أسري أو ضغط اجتماعي أو ضغط في عمله مثلا أو في دراسته؟ كم واحد يكون سعيدا، لا يشكو، لا يتذمر، لا تجد يضيع وقته في الشكوى؟ كم واحد؟ للأسف قلائل. هؤلاء القلائل هم الذين رضوا عن الله سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى يقول في عدد من الآيات: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا الحقيقي عن الله أن تقتنع بكل شيء قسمه الله تبارك وتعالى لك. مثال ثالث أيها الأحبة: إذا أصابك هم أو غم على فقدان قريب أو صديق أو حبيب، ما هي النتيجة؟ فقدت أبا أو أخا لك أو شخص عزيز على قلبك. إذا وجدت نفسك
تصبر وتحتسب عند الله، وشعرت بسعادة غامرة لأن الله يريد أن يجعلك يوم القيامة في زمرة الصابرين الذين يدخلون الجنة بغير حساب. إذا شعرت بنوع من السعادة بما يسمى الصبر الجميل، فصبر جميل، إذا شعرت بذلك فأنت راض عن الله. ولكن إذا حدث العكس فبدأت مثلا تطرح الأسئلة، ما هو الذنب الذي قمت به ليبلوني الله هذا البلاء؟ ما هي المعصية التي ارتكبتها لأستحق هذا النقص أو الهم أو الغم؟ أو قلت في نفسك إنها حياة عيسى، الحال ضيق جدا، الرزق قليل، الهموم ركبتني، تسأله كيف حالك؟ يقول لك أعيش من قلة الموت، عبارات مشابهة كلما سألك أحد. إذا فعلت ذلك فأنت غير راض عن الله وقضائه واختياره لك وابتلائه لك، وبالتالي فإن الله لن يرضى عنك. ولكن أيها الأحبة، كيف يأتي الرضا بالواقع والقدر الذي كتبه الله عليك؟ كيف نكسب الرضا حتى بالأمور الصعبة؟ هذه تحتاج إلى تدريب، أن تدرب هذه النفس، تدرب هذه النفس الأمارة بالسوء، هذه النفس العجولة، خلق الإنسان من عجل، تدرب هذه النفس أن تكون مقتنعة وراضية عن الله تبارك وتعالى. هذا هو موضوع لقائنا القادم إن شاء الله أيها الأحبة، سوف نتأمل كيف ترضى عن خالقك، وكيف أن كتب البرمجة اللغوية العصبية تهمل تماما هذا الجانب المهم، جانب الرضا عن الله تعالى. هم يتعاملون مع رضا عن من حولك، عن نفسك، يقولون تثق بنفسك، تشعر بقوة في داخلك، تقوي شخصيتك، تقتنع بشيء ما يعني، كل أنت محور الحدث، فيضعون كل هذه الأعمال وهذه الضغوط، تشكل ضغوطا نفسية على الإنسان، فربما يعني لا يستطيع أن يطبق منها شيئا فيفشل ويصيبه شيء من الاكتئاب. هناك الكثير ممن أدمنوا على قراءة كتب البرمجة اللغوية العصبية وفن إدارة الوقت وفن الإدارة وفن كيف تكسب المال وكذا، وكيف تكسب ثقة الآخرين، وكيف تصبح ناجحا، وكيف تصبح سعيدا، مواضيع كثيرة جدا، أصيبوا بنوع من الاكتئاب لأنهم لم يستطيعوا أن يطبقوا هذه المعلومات الواردة في هذه الكتب، لأن هذه الكتب لا تصلح لكل البشر. بينما القرآن العظيم يعطيك معلومات ويعطيك حقائق قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان، ومهما كان نوع شخصيتك أنت تستطيع أن تطبق ما جاء في القرآن الكريم، بشرط أن تتوكل على الله وأن تثق بهذا الخالق العظيم، وتثق بأن كل شيء مقدر عليك، كل شيء. إذا اقتنعت بذلك سوف ترتاح نفسيا. هذه الراحة وهذه الطمأنينة هي أول خطوة على تحقيق النجاح وتحقيق أهدافك في هذه الدنيا، لتحصل على النجاح في الدنيا وفي الآخرة ويوم لقاء الله تبارك وتعالى، الذي قال فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا سليمة فرحة بلقائه عز وجل، وإلى لقاء قريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبأي حديث بعد الله و
الحكم.